سبانخ بصل وملح وفلفل وسماق، ده الاساس اللي هستعمله. لكن انا هستعمل ديت، نحط هنا شويه من الزيت، وبحط معاهم شويه صغيرين هنا اهوت من البصل. يبقى عندي البصل المتقطع، يبقى لو انا عايز، لو لطيفه بتتابعنا دلوقتي قلت لها ان انا اوريك الحشوه ازاي تتعمل، ممكن بجيب اللي هو البصل ده واحمره وبستعمل معاه السبانخ، ممكن اقطعها او اخليها حتت، يعني انا لو هخليها عشان سلطه فخليها حتت، لو هي هتستعملها لحشو تقطعها تفرمها رفيع وبعدين تضيفها على البصل. دي تتبلها بشويه ملح وفلفل، بس يا دوبك ادبل البصل شويه، بحط عليهم السبانخ. فدي هتهبط، يعني دي هتبقى هتهبط بعدها، فبس نحطها هنا لغايه لما تهبط شويه، وبعدين هبقى اتبلها. بعد ما تدبل ممكن نحط شويه تنين هنا من الزيت، وهدي عليها النار، نهدي عليها النار هنا واسيبها تدبل، وبعد كده نستعملها على اساس تبقى الطبق اللي انا هستعمله. زو لو انا عايز استعملها كحشو بقطعها رفيع، ممكن استعمل جبنه اللي هي الجبنه الفته، جبنه بيضة، او استعمل لو حبيت شبت معاها، وتبقى ديت الحشو للفطاير. هنعمل مع بعض بعد كده بنجر اللي هو الشمندر، وبطاطس على اساس ديت هتبقى سلطه مع شويه من الخيار، وهيبقى معاهم السبانخ. نجيب البنجر نقطعه، بس نقطع الخيار الاول والبطاطس عشان اللون بتاعه ما يثبتش عندنا. هجيب نقطع ده هنا، نقطعهم نصاص ونزين بيهم، يعني دول هزين بيهم، اقطعهم حتت كبيرة شوية واخليها هنا هوت، هزين بيهم، وهزين برضو بالليمون. ومعاهم شوية من البصل، بطاطس بقطعهم مصاص، وكل دول بيبقوا مسلوقين. يعني لو عندي الحاجات دي التوفيق وتباديل عندي في البيت، ممكن قبلها نخليها نحط دول كده اهو، ونبتدي نعمل لكل واحد الصلصة او الدريسنج بتاعته. بطاطس، واخر حاجة نقطعها هنا هيبقى البنجر. لكن هنعمل لكل واحدة صلصة. هنا هستعمل شوية من الخردل، ممكن استعمل اي اعشاب. انا اخترت هنا، نختار شويه من الروزماري اللي هو اكليل الجبل، بفرمه ناعم، نحطها هنا اهو، معاهم شويه ملح، فلفل، عصير ليمون، وبعد كده بحط عليهم زيت زيتون، شويه زيت زيتون هنا اهو. فدي هتبقى للبصل، للبطاطس. ناخد البطاطس هنا ونقصها وناخد اتصال. فهنعمل هنا هوت البنجر، انا جبت البنجر على اساس نحطه هنا هوت في جنب، ومعانا يبقى هنا البنجر والبطاطس نحطهم جنب بعض وناخد اتصال عبال ما هنا بنرجع للحشو. لو الاخت لطيفه لسه بتتفرج، ده كده ممكن يبقى الحشو ملح وفلفل وشويه سماق، لكن قلت انا اعملها علشان اعملها للسلطه، فبحط هنا شويه من الحمص بس في الاخر على اساس دوت. ممكن احط زيت زيتون، ممكن احط ليمون لو عايز، واخر حاجه ازينها بشويه صغيرين من الجزر، بس اغير بيها اللون، شويه جزر صغيره نحطها معاها هنا، وهتبقى مع المكونات التانيه اللي احنا عملناها سوا. ناخدها هنا ونبتدي نحطها. يبقى انا عندي هنا السلطة اللي احنا قلنا عليها، فيها السبانخ في النص نحطها هنا، وبعد كده بستعمل شوية من الحمص عليها، ممكن نحط شوية من الحمص هنا في الجنب ده، شوية من الحمص في الجنب التاني. يبقى كده دي دافية، ممكن اقدمها دافية او اسيبها تبرد. واخر حاجة عملتها اللي هي الصلصة، عملت شوية خردل مع زيت زيتون
ملح وفلفل، كان فلفل مجروش خشن بس نتبل بيها نوع، ونتبل ديت بنفس الشيء من الناحية دي. لو حبيت أعمل خلطة تانية مختلفة للبنجر ممكن شوية زيت زيتون مع خل، حبة صغيرين هنا مع الخل، ودول هحطهم هنا على البنجر. يبقى دي السلطة بتاعتنا ديت ممكن نعمل